بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا بفضلك علما. أهلا وسهلا بكم جميعا، أرحب بكم من المدينة المنورة بجوار النبي صلى الله عليه وسلم. نهنئكم جميعا بالعام الهجري الجديد، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يكون عام خير وعام سلام وعام توفيق إن شاء الله للجميع. وأنا سعيد جدا أن أرى ما بين قائمة المشاركين العديد من الزملاء والأحباء، الأستاذ قصي العاني من الإمارات، والأستاذ رشدي بامخرمة، هذا خبير في بطاقات قياس الأداء المتوازن للقطاع الخيري، وطور أول بطاقة قياس أداء متكاملة لجمعية القرآن الكريم، دكتور عبد القادر القابل، هذا أستاذنا، الأستاذ بكري أحمد في بلجيكا، والأستاذ منذر في الإمارات الأسدي، أستاذ طارق ميمني من المدينة، الأستاذ أيمن أنيس. كل هذه الأسماء أنا بس التقطت بسرعة بعض الأسماء من أحبابنا وأصدقائنا، والجميع إن شاء الله فيهم الخير. اليوم محاضرة مهمة جدا، ويبينار عن إزاي نستخدم تقنية الأعمال البيزنس انتليجنس تو سبورت ديسيشن ميكينج، استراتيجيك ديسيشن ميكينج، حتى ندعم عملية اتخاذ القرارات. أنا يشرفني أن أنا أرحب بالمهندس علاء هادي، الأستاذ علاء عبد الوهاب هادي، مهندس، وأنا سعدت بالإشراف على درجة الماجستير اللي هو حصل عليها في استخدام البالانس سكور كارد في التخطيط الاستراتيجي لغرفة جدة، أعتقد من الله أعلم من حوالي 17 سنة تقريباً أو حاجة زي كده، حوالي 15 سنة. والأستاذ علاء عبد الوهاب حاصل على الماجستير من جامعة ماسترخت في مجال التخطيط الاستراتيجي، وشرفنا جداً في الجي بي ام اي اللي هي الجلوبال بيرفورمانس مانجمنت أكاديمي. احنا انتهينا منذ أسبوع أو أسبوعين من استكمال دفعة كاملة قامت بدراسة العشر كورسات السلسلة المتكاملة اللي بتغطي كل السكيلز اللازمة للاستراتيجي بلانينج والبرفورمانس مانجمنت. وتشرفنا بأن الأستاذ علاء عبد الوهاب كان شارك معنا، خاصة أدلى بدلو بصورة كبيرة في الجزئية الخاصة بديتا أناليتكس وفيزواليزيشنز اللي هي أحد اليونتس العشر. أنا مش عايز أخد وقت أكثر من وقت الأستاذ علاء عبد الوهاب، فإن شاء الله أترك له المنصة، ولو أي حد عنده أسئلة يا ريت يكتبها في مجال في مكان في المكان الخاص بالأسئلة question and answer، وإن شاء الله بعد البرزنتيشن هنقوم بالإجابة عليها قدر الإمكان. الأستاذ علاء عبد الوهاب تفضل. السلام عليكم ورحمة الله، أشكرك دكتور محمد على التقديم، وانا اللي كان ليا الشرف ان انا نتعاون مع بعض في عدد من المشاريع، وكان ليا الشرف ان تشرف على رساله ماجستير بتاعتي. خلينا نبتدي في الاول. الموضوع النهارده ما هوش نظري، الموضوع اكتر تطبيق عملي ازاي. انا بس هحاول اعمل شير سكرين هنا. فاحنا بنتكلم النهارده على حاجه انتشرت كتير الفتره اللي فاتت، اللي هي البيزنس انتليجنس او استخدام تقنيه الذكاء الاعمالي في اتخاذ القرارات الاستراتيجيه او وضع الاستراتيجيات للشركات. لكن لاحظت في عدد من المشاريع ان في تحديات كتيره بتحصل معنا في مرحله التخطيط الاستراتيجي ومرحله تنفيذ الاستراتيجيه. فأنا هتكلم النهاردة عن التحديات اللي بتقابلنا ديت، وإزاي نقدر نستخدم البيزنس انتليجنس أو تقنية ذكاء الأعمال إن تساعدنا في التخطيط الاستراتيجي ودعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية. هبدأ من الموديل بتاع الدكتور محمد اللي عمله هنا، اللي هو المراحل بتاع التخطيط الاستراتيجي. فلو شفنا من الاول كده، احنا بنبتدي من الاول ان احنا نعمل تحليل استراتيجي، وبناء عليه نحط الصياغه الاستراتيجيه. وفي خلال التحليل الاستراتيجي بنعتمد على بيانات كتيره
تاريخيه وبيانات في الاسواق بتساعد ان احنا نقدر نحط الاستراتيجيه الخاصه بينا اللي تناسب مستهدفاتنا واللي بتناسب السوق. وبعد كده بنحط مؤشرات قياس الاداء، ومؤشرات قياس الاداء محتاجه جدا ان انا اعرف القياسات التاريخيه بتاعتي عشان اقدر احط المستهدف بتاعي، وفي نفس الوقت محتاج اعرف السوق او الماركت او الشركات التانيه ايه مؤشرات الاداء اللي عنها عشان اقدر اقارن بيني وبين السوق. ولما بشتغل في الريسك مانجمنت او في اداره المخاطر الاستراتيجيه بيبقى نفس القصه، محتاج ان انا اعمل اناليسز الريسك، فبحتاج البيانات معايا ان انا اقدر احدد الريسك اللي عندي. وبعد كده اداره الاستراتيجيه نفسها، وبعد كده التشينج مانجمنت او التواصل والتغيير الاستراتيجي. بعد كده حطينا الاستراتيجي بتاعنا، عايزين نبدا ننفذ الاستراتيجي ونتابعها، وده الجزء الثاني هنا اللي هو قياس ومتابعه الاداء. وبعد كده ازاي يكون عندي ادوات لاتخاذ وقرارات تحسين الاداء وتحليل البيانات نفسها وعرضها، واهم منها كمان اللي هي تجميع البيانات. بيبقى عندي مشكله كبيره في تجميع البيانات دايما، لان البيانات بتبقى جايه من ادارات مختلفه، وده متاخر وده خلص وده لسه وده، وفي بيانات مش لاقيينها، وفي بيانات كنا حاطينها في كي بي ايز بس ما عرفناش نقيسها لسبب ما، وفي بيانات بنقيسها مثلا من المجتمع او من السوق او الكاستمر. وبعد كده في اداره جلسات مراجعه الاداء، ودي بتعتمد دايما على البيانات اللي جمعناها ديت. وبعد كده بنعمل اعداد تقارير الاداء. في الموديل ده واحنا شغالين لقينا ان بنبقى في مشكله نوعا ما في الجزء الاولاني، لغايه ما نوصل لوضع الخريطه الاستراتيجيه بتاعنا. المشكله الاكبر اللي بتقابلنا في عدد المشاريع شفناها قبل كده ومع شركات مختلفه، لقينا ان احنا ازاي نجمع البيانات، ان البيانات ما بتجيش، ان بيانات موجوده في اماكن مختلفه، موجوده في انظمه مختلفه، وما بقدرش ان انا اوصل ان انا اجمع البيانات. فبالتالي ده من احد اسباب ان كتير من الاستراتيجيات بتفشل او ما بتقدرش تحقق الاهداف بتاعتها. فخلينا نقفل الويندو ديت. بتيجي بعد كده من ضمن التحديات اللي بتقابلنا ديت في تحليل البيانات والديتا كلينزنج اللي هي تنقيه البيانات وعرض البيانات، ان في بيانات كتيره بتكون سريه فلازم اتحكم في سريتها، مش كل الناس يقدروا يطلعوا عليها. في تعدد المنصات، في شركات عندها انظمه كتيره، كل اداره عندها النظام بتاعها، وقد تكون الانظمه دي مش مرتبطه ببعضها، وبالتالي بيبقى عندي مشكله ان انا اربط البيانات دي ببعضها ازاي. وبعد كده ان الكي بي ايز او مقاييس الاداء بتبقى كتيره ومش عارف اجمعها ازاي واحسبها ازاي، وازاي دايما احصل على التحديث الدوري للبيانات ديت، وان انا يكون عندي البيانات في الوقت المناسب. خلينا هنا خلينا نعرض استفتاء هنا. انتوا شايفين الاستفتاء الموجود قدامي دوت. السؤال فيها مجموعه من الاسئله هنا، خلينا بس نركز على السؤال رقم واحد. ما هي اهم المراحل التي تفشل بناء الاستراتيجيه خلالها؟ فلو ممكن بس تختاروا ايه المراحل المختلفه من تجربتكم الشخصيه اللي بتحسوا ان هي الاستراتيجيه بتقف عندها. فنسيب لكم دقيقة كده، هل هي مرحلة التخطيط الاستراتيجي، ولا بناء المؤشرات، ولا إدارة المخاطر، ولا إدارة الاستراتيجية، ولا الـ change management أو إدارة الثقافة والتواصل، ولا قياس ومتابعة الأداء؟
تمام. والسؤال الثاني، ايه المشاكل اللي بتقابلوها في تحليل البيانات وعرض البيانات؟ انا مش شايف بس تجاوب اونلاين دلوقتي، فهل ممكن تقدروا تردوا على الاجابات ديت؟ ناخد كمان 20 ثانية مثلا، أو تمام معقول كده. خلينا نشوف مبدئيا ايه النتائج. طيب نشوف النتائج، هنلاقي ان بناء المؤشرات دي من ضمن المصاعب اللي نقابلها، ودايما التشينج مانجمنت او اداره الثقافه والتواصل دي من المصاعب المهمه، والقياس ومتابعه الاداء، وده اللي هنتكلم عنه النهارده، ان قياس ومتابعه الاداء ايه التحاليل اللي بنقابلها وازاي نقدر نتغلب عليها. ومن المشاكل الموجوده الحصول على البيانات في الوقت المناسب وتعريف العلاقه بين البيانات، ودول برضو الحاجات اللي هنتكلم عليها النهارده. أشكركم جدا وخلينا نكمل مع بعض هنا. احنا قلنا الفترة اللي فاتت يمكن الخمس عشر سنين اللي فاتوا بدأت تظهر برامج كتيرة خاصة بالبيزنس انتليجنس، ولما دورت على تعريف كلمة البيزنس انتليجنس أو تحليل ذكي الأعمال لقيت لها تعريفين، يعني التعريف أو الهدف بتاعها إن احنا تحليل الماضي أو تحليل البيانات الماضية أو التاريخية لتحسين المستقبل. يبقى انا الهدف ان انا احلل بيانات تاريخيه ان انا احسن المستقبل. تاني حاجه الوضع اطر لاداره الاداء لتحديد المؤشرات الرئيسيه وتتبعها وتوفير التحليل ذكي الاعمال. ده التعريف بتاعها. برامج كتيره ظهرت الفتره اللي فاتت، في برامج اللي عنده اي ار بي سوليوشن زي ساب او اوراكل او مايكروسوفت عندهم بزنس انتليجنس سوفت وير خاصه بيهم. في برامج منفصله خاصه بالبيزنس انتليجنس، اشهرها يمكن تابلو ومايكروسوفت باور بي اي. حضرتك عامل شير سكرين ركز على انا عامل شير سكرين، اتاكد تاني. نيو شير، واضحه كده؟ انا شايفها عندي على اللابتوب الثاني. الناس الثانيه بقول بس اتفضل انا اسف. طيب ماشي. طيب فدي معظم البرامج الموجوده، هناخد بس اكزامبل او برنامج واحد هنتكلم بيه، وكل برامج تقريبا زي بعضها تختلف في الكفاءة عن غيرها في حاجات بسيطة، لكن هم كلهم بيقوموا نفس العمل. يعني الباور بي اي ده برنامج مجانا موجود منه ثلاث نسخ، نسخة منها اللي هي الباور بي اي ديسكتوب بنزله على الكمبيوتر عندي وابدا اشتغل بيه. تاني حاجة اتس سيرفيس، يعني حاجة موجودة اونلاين مش محتاج انزل لها اي برنامج، مجرد بس بخش الموقع اللي هو powerbi.com وبسجل فيه بايميل، بس ما يكونش لا هوت ميل ولا لايف ولا الياهو، لازم يكون ايميل بتاع شركه او بتاع جامعه وبسجل فيه، وخدمه مجانيه برضو الا لو عايز باور بي اي برو، دي بقى باشتراك شهري. وفي باور بي اي على الموبايل، يعني ممكن انزل على الموبايل اب عندي اسمه باور بي اي، اقدر اشوف برضو الداشبورد او لوحه البيانات اللي عندي. علشان ابدا احلل البيانات لها اربع مراحل. اول مرحله ان احنا بنجمع البيانات، ودي يمكن المشكله زي ما شفنا ما قلنا من شويه ان احنا بنجمع البيانات لان البيانات مصادرها مختلفه.
كل إدارة عندها بيانات، وكل إدارة عندها سيستم، وكل سيستم الفورمات بتاعته مختلفة والطريقة بتاعته مختلفة. بعد كده إن أنا أربط البيانات كلها اللي هو الموديل أو بناء نموذج البيانات. يجي بعد كده خلاص جمعنا البيانات وعملنا الموديل بتاعنا، نقدر إزاي نظهر البيانات دي في شكل تقارير أو في شكل داشبورد. وبعد كده طلعنا بالداشبورد عندنا، نقدر ازاي نشارك البيانات دي او الداشبورد سواء على مستوى الاداره العليا او على سواء مستوى الكاستمر او على سواء مستوى المتخصصين في كل اداره، بما كل واحد حسب تخصصه فيها. هبدا دلوقتي افتح الباور بي اي ديسكتوب. الباور بي اي ديسكتوب هو برنامج ممكن عشان انزله بفتح بس من مايكروسوفت هنا اعمل شير سكرين تاني. تمام. المايكروسوفت عندها اللي هو الجزء الخاص بالماركت هنا ومايكروسوفت ستور. مجرد بس هنا بقول له باور بي اي ونزل البرنامج من هنا، بقول له انستول من هنا، فهو ده الباور بي اي بنزله مجاني. انا اوريدي عندي الباور بي اي ونزله، فمجرد بس بشغله من هنا وعندي الباور بي اي بالشكل ده، شبيه بالاكسل او الوورد في نفس طريقه المنيو زي ما احنا شايفين فوق هنا. وفي بعض الاوبشنز هنا اللي هي فلتر وفيجواليزيشن وفيلد. احنا قلنا اول حاجه هنعملها ان احنا نجمع البيانات. طبعا هجمع البيانات منين؟ انا جبت بيانات سامبل عندي هنا. عباره عن ثلاث ملفات اكسل، ملف فيه اسماء الفروع عندي وعناوينها، وملف فيه اسماء العملاء الكاستمر واسماء المنتجات اللي عندي. بالاضافه هنا ان عندي التفاصيل بتاع المبيعات ل 2015 2016 و2017، لكن دي عباره عن تكست فايل ما هياش اكسل فايل. فانا عندي البيانات من مصادر مختلفه والفورمات بتاعتها مختلفه او اسم الملف مختلف. انا ازاي اقدر اعمل اجمع البيانات دي كلها مع بعضها؟ فباجي هنا في الباور بي اي بقول له هنا انا عايز الاول اجيب الثلاث ملفات الاكسل اللي عندي. فاروح على الويبينار سيلز، اول حاجه الفروع بجمعها. فهو جانا جاب الاكسل فايل من عندي. واخترت الجدول بتاع الفروع. واقول له لو سمحت ضيفه عندي هنا. فهو لوحده بيعرف ان دي عبارة عن ارقام. دي كلام تكست. ده تكست بس ده عنوان ادرس. وبعد كده السيتي والستيت والزيب كود. بقول له خلاص هات لي ده كده حطه لي. يبقى انا كده جبت اول جدول حطيته عندي في الباور بي اي. فانا اوريدي حاطين الجدول هنا في الجنب هنا. لما بشاور على الجداول هنا في بس محتاج حاجات اعرفها بحيث ان هو يقدر يشتغل معايا فيها بعد كده. فبقول له مثلا ده الادرس ده تكست لكن هو عباره عن ادرس، على اساس لو عندي خرائط اقدر يحط لي المكان الادرس ده هنا. السيتي بقول له ان ده
سيتي دي اسم المدينة، والستيت بقول له ان ده ستيت او بروفنس على حسب الدولة، وبعد كده ده الزيب كود اللي في امريكا او البوستال كود. كده جبنا الجدول الاولاني، هو اوتوماتيك هنا حط لي رسم خريطة هنا جنب السيتي والادرس والستيت والزيب، فهو بيعتبر هنا بيانات مكانية. عايز الجدول الثاني، الاسماء العملاء او ادي اسماء العملاء، مجرد اسم العميل وهل هو ميل او فيميل او كده، بقول له ترانسفورم الداتا. وبعد كده بقول له هاتها معايا، فبدأ يضيف لي هنا الكاستمر برضو نفس الحكاية. هجيب الجدول الثالث، السيلز برودكت اسماء المنتجات، واختار البرودكت واقول له داتا ترانسفورم. ادي المنتج وادي التارجت واسم المدير بتاع المنتج البرودكت كاتيجوري، وبقدر اضيف عندي هنا. طب انا جبت الثلاث ملفات الاكسل، فاضل الثلاث ملفات اللي هي التكست فايل، فانا عندي البرودكت والكاستمر والبرانش، فاضل بيانات المبيعات نفسها. في بيانات الملفات هم ملفات كتيره، هم ثلاث ملفات، فبدل ما اخد كل واحد لوحده ممكن اقول له هنا جيت داتا، واقول له هات لي الملفات في الفولدر كلها اللي في السب دايركتوري ده، واقول له كونكت. الفولدر اسمه ايه؟ انا عندي الفولدر ده اللي هو ستارت ده، بقول له اللي هنا لو سمحت، بقول له اوكي. فهنا الثلاث ملفات دي اللي هي مبيعات 2015 2016 2017 عايز اجمعها كلها، فبيقول لي انا لقيت ثلاث ملفات هنا اخدهم، اقول له اه لو سمحت هاتهم، واقول له الترانسفورم داتا. بدا يجمع لي البيانات هنا، ادي التاريخ بتاع البيع، ادي دي الثلاث ملفات. انا عايز الثلاث ملفات دولت هعمل لهم هنا اقول له combine together، يعني جمع لي الثلاثه دول مع بعض. انا لو عندي الملفات دي في الاكسل لازم اعمل كوبي وبيست كلهم عشان احطهم في ملف واحد، لكن هنا بقول له خلاص حطهم لي كلهم مع بعض. وهنا جاب لي شكل البيانات، هنا انا عندي البيانات التاريخ، بس هنا ده عامل لي ايه؟ مقسم لي دي نصين، مقسم لي البرودكت اي دي والكاتيجوري مع بعض، فانا دول عاوز افصلهم كمان. كام يونت اتباعوا، الريفينيو كام، حصيله المبيعات كام، تكلفة البضاعة، المكسب كام، وأي فرع وأي ورقم الكاستمر. أقول له أوكي هنا. كل ده أنا لسه في مرحلة تجميع البيانات. فهو جمعها لي هنا، قال لي ده اعتبرها تاريخ عرف لوحده. دي أنا عايز أقسمها نصين،
اشيل السلاش اللي في النص ديت، فبقول له هنا رايت كليك وبقول له هنا في سبليت، سبليت هو عارف لوحده ان في سلاش هنا، فبقول له اوكي. فانا عندي هنا قسمها لي خلاص نصين، ادي نص اللي هو الكود بتاع المنتج، بعمل له بس هنا رينيم او اعاده تسميه، واعمل هنا برضو رينيم، ده هيكون الكاتيجوري بتاعت البرودكت عندي. وبقيت البيانات سليمة بالنسبة لي، بقول له خلاص هات لي البيانات دي كلها. Close and apply. فهنا هيزود لي جدول جديد اللي هو اسمه المبيعات. هو سماه ستارت هنا، انا بس هعيد تسميته بعد ما يخلص. هو حاليا بيجمع البيانات، ادي 2015 جمعها، 2016 بيجمع فيها دلوقتي، و2017 بيجمع فيها، وقدر يجمعها لي هنا في ملف، يعني في واحد اسمه ستارت. انا بس هعيد تسميته هنا عشان يبقى سهل بالنسبه لي، سميه سيلز. طيب السيلز ده انت عارف فيه كام ريكورد فيه؟ اللي هي الثلاث ملفات التكست ديت، في 550 ألف ريكورد. ما اعتقدش الاكسل كان هينفع يعني يعمل معانا حاجه زي كده، عشان اعمل كوبي بيست من ثلاث ملفات، ده ثلاث ملفات بس، امال لو 10؟ فده بالطريقه دي قدرت اجمع ثلاث ملفات مع بعض في جدول واحد بيشتغل معايا. انا هنا خلصت اول مرحله اللي هي مرحله تجميع البيانات. لغايه دلوقتي لو في اي حد عنده اسئله ممكن يكتبها على الكويشن اند انسر، ولو في اي حاجه انا هجاوب عليها. تمام. هنيجي بعد كده المرحله الثانيه، سميناها ايه؟ الموديل او بناء النموذج. بناء النموذج غالبا بيحتاج متخصصين في الداتا اناليتكس او تجميع البيانات، لكن البرامج دي سهلت لنا الموضوع كتير دلوقتي. ده الاربع جداول اللي عندي اللي انا جمعتها، ادي جدول المبيعات الاساسي، وادي المنتجات، وهو اوتوماتيك عرف انه يربطهم مع بعض، ربط البرودكت اي دي هنا بالبرودكت اي دي هنا، وقال ان علاقه 1 تو ميني، المتخصصين في الداتابيز يفهموا الحكايه ديت، ان في ريكورد واحد هنا بالبرودكت اي دي لكن متكرر هنا كتير. طب انا عندي الكاستمر والبرانش، اعملهم ازاي؟ اعمل نفس الحكايه، مجرد بس اسحب من هنا لهنا، هو بيدور اوتوماتيك اي ريكورد مرتبط ببعضه وبيجيبها. يعني لما اشاور هنا احط الماوس هنا، هو هنا لا رابط السيتي بالديت، لا ده غلط، انا عايز اربط البرانش بالبرانش اي دي. انا بس عايز اربط هنا البرانش بالبرانش اي دي، فعلا ربطها ببعض. وهنا برضو الكاستمر اي دي مع الكاستمر اي دي. تمام، انا كده عملت ايه؟ عملت
نص الموضوع ده، جمعت البيانات وعملت الموديل. كل مطلوب من دلوقتي ان انا ابدأ اشتغل احلل البيانات. انا عندي صفحة فاضية هنا بتاع التقرير دي اللي هشتغل عليها، وعندي هنا اللي بيسموه الفيجواليزيشن او انواع التقارير المختلفة. هبدأ اختار اي نوع من انواع التشارت اللي هنا ديت. وليكن مثلا بار تشارت. طب البار تشارت انا عايز اعمل فيه ايه؟ انا عايز اعرف مثلا الريفينيو، المبيعات كام. تمام، ادي المبيعات كلها. طيب اقدر اعرف المبيعات حسب كل سنه؟ ممكن. فين التاريخ هنا؟ ده التاريخ، اقول له هنا ديت هيراركي واقول له بالسنه لو سمحت. هنا عمل ايه؟ ادي 2015، لو وقفت هنا هيقول لي دي المبيعات. 2015 كانت 88 مليون، 2016 كانت 93 مليون، 2017 كانت 110 مليون. طيب اقدر اضيف كمان مثلا انواع كثيره من التشارت هنا، اضيف واحد جديد هنا اللي هو اللاين تشارت. ده اللاين تشارت انا عايز ايه؟ انا عايز السنه وعايز الريفينيو، او خلينا المره دي البروفيت. فبيجيب لي بروفيت السنه دي، السنه اللي بعديها، السنه اللي بعديها. طب عايز اضيف الشهر، اضيف هنا الشهر، ما غيرليش حاجه. لازم اعمل هنا ايه؟ اشاور على دي واقول له اكسباند اول داون. عمل لي ايه؟ جاب 2015 شهر 1 2 3 4 وهكذا. ولاحظنا حاجه هنا، ان دايما في شهر 11 وشهر 12 من كل سنه المبيعات بتزيد، ودي غالبا اللي هي الكريسماس والثانكس جيفن دي في امريكا وكده. يبقى كل سنه بيتكرر معايا نفس الحكايه. طيب انا خدت بس نوعين من التشارت هنا، ممكن اضيف حاجه ثالثه هنا بيسموها حاجه زي فلتر كده، اللي هي هنا بيسموه ايه؟ سلايسر. السلايسر ده بقول له ايه؟ انا مثلا عايز اعرف حسب المنتجات ازاي؟ فين المنتجات؟ ادي البرودكت اي دي، لا انا عايز اسم البرودكت بدل الاي دي، اقول له البرودكت كاتيجوري هنا. عمل لي ايه؟ جاب لي انواع المنتجات هنا. لو في ادفانسد وبيجنر وكومبيتيشن وفري ستايل، لو اخترت واحد منهم اوتوماتيك يغير المبيعات ديت على حسب الكاتيجوري ده بس. وهنا غير نفس الحكايه، فواضح ان الكاتيجوري ده برضه بيجي في اوقات معينه بيزيد شويه كل سنه. لو اخدت الكاتيجوري الثاني بيغير معايا نفس الحكايه. ممكن اختار اثنين، ممكن اختار اثنين، اقول له ده وكنترول واختار ده. ممكن اضيف حاجه ثانيه معايا، ممكن اضيف كمان السنه، ممكن اضيف سلايزر ثاني، اقول له واحد سلايزر ثاني هنا لو سمحت، ويضيف لي السنه، وممكن يضيف لي الكوارتر كمان. فالسنه والكوارتر، يعني مثلا الكوارتر الاولاني في 2015 وعايز معاه الكوارتر الاولاني في 2016 والكوارتر الاولاني في 2017، ادي المقارنه بينهم. وده حسب المنتجين دول بس، ممكن اغير منتج تاني اهو نفس الحكايه. يبقى انا عملت ايه؟ حطيت شارت، وبقى عندي زي داشبورد كده دايناميك متحركه معايا. سهلت عليا ايه؟ ان انا اقدر احلل البيانات ل 550 الف
ريكورد عندي. ممكن أضيف حاجة تانية، ممكن أضيف مثلا في نوع من من البيانات بقى مشهور دلوقتي اللي هو ده التري ماب، وعايز أعرف بالبرودكت. برودكت والريفينيو. انا ما عنديش غير اتنين بس، فانا ممكن انا عايز كل المنتجات، اي دي كل المنتجات بتاعتي، ولو وقفت على اي واحد فيهم بيقول لك اسم المنتج ايه والريفينيو بتاعه كام، وكل الفلترز دي شغاله معايا لكل التقارير دي. اضيف حاجه تانية كمان، ممكن اعمل الدوبليكيت بيج هنا، اعمل صفحه جديده تقارير تاني، وانا عايز في الصفحه دي عايز اغير ده اخليه خريطه، وعايز اقول له هنا ده اللوكيشن هو الادرس او بالستيت، ان عندنا هنا بالستيت، فهنا بيوري لي خريطة للمنتجات بتاعتي وبيوريني حجم في كل واحدة ازاي، فبالتالي حتى بيقدر يوريني بيانات مكانية هنا. طيب انا مش هخش في كل الانواع التشارت، في انواع كتيره من التشارت، بالعكس كمان ده في، لو رحنا على الويب سايت بتاع الباور بي اي في اوبشن كمان انك تنزل في حاجه زي الماركت كده زي الموبايل اب، في برضو اب هنا للباور بي اي، الناس بيعملوا منتجات عباره عن تشارت مختلفه، أشكال كتيرة وأنواع كتيرة زي ما احنا شايفين، منها ده بدأ ينتشر دلوقتي اللي هو بالشكل ده كده بيسموها تورنيدو. ده نوع من التشارت الموجودة، ففي أنواع كتيرة من التشارت. نيجي بقى هنا نحاول نجاوب على سؤال سألناه في الأول اللي هو تحديث البيانات. انا بعد ما بذلت مجهود وعملت الكلام ده كله، جم بتوع المبيعات قال لك استنى، ده انا جبت عملت لك مفاجأة، انا جبت لك البيانات كمان بتاعت 2018 2019 اهم، دول الملفين دول. طب انا هعمل ايه دلوقتي؟ ده انا هاخد البيانات ديت اضافها تاني واعمل التحاليل دي كلها تاني، هتاخد مني وقت كتير. جم البرامج دي علشان هم بيسموا نفسهم اذكياء البيزنس انتليجنت، قال لك لا انت مش محتاج تعمل الكلام ده كله، الملفين التكست فايل اديهم لك دولت، خد بس كوبي وروح للمكان اللي احنا قلنا هنختار منه الفولدر واعمل لهم كوبي هنا. انا عملت ايه؟ كان عندي 15 16 17 زود 18 و19، بقى في عندي ملفين جداد. اجي اعمل ايه؟ هل هروح اعمل الكلام ده كله تاني؟ لا، هو عمل لي حاجه ظريفه هنا اسمها زرار واحد اسمه ريفرش. بيعمل ايه؟ خلينا نرجع بس للتشارت ده كده. انا عندي شكل الجدول هنا 2015 16 17، مجرد بس بقول له ريفرش. ريفرش بيعمل ايه؟ بيروح ياخد البيانات كلها مره تانية، المبيعات بتاع 2015 2016 2017 و2018 و2019، ويروح ياخد تاني الثلاثه اكسل فايل اللي احنا
كان عندنا. فبالتالي لو اي منتج جديد انضاف هينضاف عندي، ولو اي كاستمر جديد او عميل جديد انضاف هينضاف عندي، ولو اي برانش جديد انضاف هينضاف عندي. واسيبه يبدا يشتغل شويه كده لغايه ما يجمع البيانات. وفاكرين ان في مثلا عمود في المبيعات قسمناه اتنين، هيعملها برضو، مش محتاج ان انا اعمل فيه حاجه تانية. وعمل ايه؟ خلص كده، اخد كام ثانيه؟ اخد بتاع 20 ثانيه كده، كتير. عمل ايه؟ ادي 2015 2016 17 18 19 السنين دي كلها، وغير الجدول عندي هنا وجمع البيانات دي. اختلفت دلوقتي، ادي كل منتج اختلف على حسب بتاع، فكل حاجه عندي هتحصل لها ابديت بمجرد ان انا دوست على ريفرش، بس مجرد ان انا اتاكدت ان البيانات موجوده في مكانها، او من غير ما اعمل كوبي ولا بيست ولا اي حاجه تانية. وده سهولة استخدام، ده بيحل لي مشاكل كتيرة في تجميع البيانات. طيب نيجي للمرحلة، احنا خلصنا كده مرحلة تالتة الفيجواليزيشن وعملنا ابديت للبيانات. هضيف حاجة جديدة هنا، عايزين نعمل حاجتين. انا عايز اتنبأ بالبيانات المستقبليه، وعايز اعمل مقارنه بالبيانات اللي قبل كده. خلينا نبدا بحاجه واحده، اللي هي انا عندي دلوقتي بيانات 2019، هل اقدر اتنبأ بالبيانات بتاع 2020؟ الباور بي اي عمل حاجه ظريفه جدا هنا، لما بشاور بس على هنا في الاناليسيس، في عنده حاجه اسمها فوركاست. الفوركاست بيعمل ايه؟ بشاور عليها وبقول له اد. الفوركاست لينث هو توقع البيانات هتبقى ازاي خلال السنه الجايه اللي هي 2020، تمام. بس البيانات ما عملش فيه حساب السيزونال، ان هي في اوقات معينه او شهور معينه بيبقى المبيعات فيها زياده. فنعمل ايه؟ بيجي هنا اقول له الفوركاست انا حسب لي 12 شهر، مش 10 شهور، اقول له 12 مانث، تمام. وبعد كده المتخصصين في الاحصاء عندهم حاجه اسمها الكونفيدنس ليفل او كونفيدنس انترفل، بياخدوها 95% 67% 99%، بس معظمهم بياخد 95% انت حسب عايز دقه البيانات عندك قد ايه. وبعدين هنا السيزوناليتي انا عايزها 12 نقطة. هنا عمل لي ايه؟ هنا غير الموضوع، حسبها ال 12 شهر الجايين، وعمل حسابه بناء على البيانات التاريخية اللي موجودة قبل كده الكيرف بيمشي ازاي، فكرر نفس الكيرف بس بناء على اربع خمس سنين اللي فاتوا قدر يحسب لي الشهور اللي جاية حساباتها كام. وده يساعدني في ايه؟ انا لو عايز في المرحله الاناليه في بيان الاستراتيجي وعايز احط الكي بي اي، وعايز احط التارجت بتاعي في الكي بي اي المستهدف هيكون كام، ده يقدر يساعدني ان انا اقدر احط مستهدف معقول، يعني اقدر اتنبأ بيه المستقبل، بحيث ان انا ما احطش مستهدف يبقى صعب الحصول عليه جدا خالص، او مستهدف يكون سهل الحصول عليه. فده حسب البيانات التاريخية قدرت أنا أحط المستهدف عندي. نضيف حاجة تانية، عايز أقارن البيانات دي بالبيانات اللي قبل كده، يعني عايز أقارن شهر يناير بشهر يناير اللي قبليه وهكذا. خلينا نعملها بطريقة سهلة، ناخد مثلا الجدول هنا، أو نحط نخليه ماتريكس، وانا عايز مثلا احط الريفينيو، عايز احط الاول السنه والكوارتر، ادي السنه
وادي الكوارتر. وعايز احط ريفينيو. خلي بالك احنا بنتعامل في حجم بيانات قد ايه. الجدول بتاع السيلز وصل 1,034,000 ريكورد بعد ما كان 550. فانا بسهوله بقدر اجمع البيانات بالشكل ده، وممكن اقول له بس اعملها لي كده. فخلاص كده ادي الريفينيو كل سنه. طب انا عايز اجيب الريفينيو في نفس الشهر ده السنه اللي قبليها. هنا في حاجه جديده بلغه اسمها داكس بيجمعها لي. هناخد بس مثال بسيط كده بسرعه، ارجع للجدول ده كده. وفي بيسموها ميجر. الميجر مثلا انا عايز ريفينيو لاست يير في نفس الفتره، فبحسبها ازاي؟ هو عنده الامكانيات ان هو يحسبها لي لوحده بمعدات بسيطه جدا، عباره عن سطر واحد. بقول له كالكوليت، احسب سم، مجموع سيلز. انا عايز السيلز ايه؟ السيلز ريفينيو. واقفل القوس، كوما سيم بيريد لاست يير. هي فانكشن عنده جاهزه كده بيحسبها لوحده. لمين؟ للسيلز ديت كوما ديت، يعني نفس السيلز ديت كده. واقول له اقفل القوس، واقفل القوس. يبقى انا زودت حاجه جديده عندي هنا سميتها ريفينيو لاست يير. اجي هنا اقول له حط لي في الجدول ده الريفينيو لاست يير. عمل ايه؟ 2016 في شهر يناير في الكوارتر الاول جاب لي 16 مليون 159، اللي هي نفس الرقم ده. يعني جاب ده حطه هنا، وجاب ده حطه هنا، وجاب ده حطه هنا. طبعا 2015 انا ما عنديش اللاست يير، ما عنديش 2014. فهنا بدا يقارني بين السنين اللي فاتت بسهوله جدا. لو انا عايزها بالشهر بدل الكوارتر ممكن اقول له بالشهر. كده بدا يقارني البيانات كل شهر بالشهر المماثل للسنه اللي فاتت. انا اقدر ادور اكمل في عشان بس الوقت، انا اقدر اكمل في الماتريكس ديت ان انا اضيف كمان الفرق بينهم واحسب ال نسبه الزياده او النقصان فيها بالشكل ده. بس يمكن عشان الوقت بالنسبه لنا بقى ضيق شويه. طيب انا عندي اخر حاجه اللي هي الشيرنج. انا عايز احط البيانات دي بحيث يبقى في ناس معينين لهم اكسس عندهم من غير ما يحمل الباور بي اي ديسكتوب، ومن غير ما ابعت له الفايل بالايميل والفايل يطلع كبير والفايل ما يوصلش وانه فايل احدث وهكذا. بعمل ايه؟ في هنا اسمها ببلش. في الحاله دي انا بستعمل الباور بي اي، بعمل ساين ان هنا powerbi.com. ده ويب سايت خاص بالباور بي اي، انا ليا اكونت عليه وبقدر احط عليه البيانات هنا وبقدر ادي اكسس للناس عليه. انا مجرد بس بعمل ببلش هنا. يعمل لي سيف الاول، اقول له اعمل سيف لو سمحت، واسمي الشركه دي اكس واي زي مثلا سيلز. انا رابط الباور بي اي ديسكتوب بالاكونت بتاعي.
احطه فين؟ في الماي وركشوب. هنا بدأ دلوقتي ينقل البيانات دي كلها بالتقارير اللي انا عملتها ويوديها لي فين؟ يوديها لي على الباور بي اي اللي هو اونلاين. انا خلاص بس مش محتاجه دلوقتي، اقول له في الورك سبيس هنا ماي ورك سبيس، في الريبورتس بس محتاج اعمل له ريفريش. التقارير ادي اكس واي زي سيلز اللي احنا عملناها دلوقتي بقت موجودة أونلاين زي ما طلعناها دلوقتي بالظبط اهيت. أدي نفس التقارير، وأقدر بعمل حاجة اسمها داشبورد شبيهة بالتقارير كده، وأقدر الناس يطلعوا عليها سواء على الويب سايت اللي هو باور بي آي بالأكاونت بتاعه بتاع البيزنس، أو عن طريق الموبايل نفس الباور بي آي يخش عليه ويقدر يشوف البيانات دي. أنا لو دخلت دلوقتي على الموبايل بتاعي ودخلت أقدر أشوف نفس التقارير بالبيانات دي. عشان الوقت بس احنا يعني نحاول نلخص، احنا كل اللي عملناه ان احنا جمعنا البيانات وعملنا بناء نموذج البيانات وعملنا اظهار البيانات ومشاركة البيانات. سهلت لي ايه؟ التحكم في سريه معلومات، مش اي حد بيخش معلومات، انا بديها لاشخاص معينه وحسب المعلومات نفسها بحدد مين يبص على ايه. انا جمعت البيانات من منصات مختلفه، في حاجات من تكست، في حاجات ممكن من سيلز فورس. يعني قابلنا مثلا بعض الشركات عندها البيانات موجوده، بتوع المبيعات والماركتنج شغالين على سيلز فورس، بتوع الاتش ار شغالين على البيبل سوفت بتاع الاوراكل، بتوع المبيعات شغالين، بتوع الفاينانس شغالين على جي دي ادوارد. فكل بيانات سيستم مختلف، ده بيساعدنا ان اقدر اربط السيستم دي كلها بعضها. شفنا التحديث الدوري للبيانات ازاي بيكون بسهوله، ما اخدش مني وقت. الحصول على البيانات في الوقت المناسب، مجرد الملفات تكون موجوده مثلا على كلاود، في كلاود فولدر في اماكن معينه تبقى سهل بالنسبه لي. وشفنا المقاييس مختلفه وأقدر أتحكم فيها زي ما أنا عايز. أحاول أرد على الأسئلة هنا. الأخ أحمد حرب بيسأل Who is responsible for data collection؟ مين المسؤول عن تجميع البيانات والبناء الموديل بتاع الداتا analysis، ومين المسؤول عن sharing الorganization؟ ده سؤال جميل جدا. مين المسؤول عن تجميع البيانات؟ واحنا بنبني الاستراتيجية هنا وبنحط مؤشرات قياس الأداء، بيبقى عندنا زي dictionary أو قاموس بنحدد فيه لكل مؤشر مين المسؤول عن تجميع البيانات ده وازاي هيجمعه ومن انهي سيستم ويجمعه كل قد ايه. الموديل بيلدينج داتا اناليسيس شخص يكون مسؤول او استشاري يكون موجود ان هو يقدر يساعدكم ان هو بناء الموديل للداتا دوت، وده بيتبنى يعني مره واحده او بيتعمل له ابديت كل فتره وخلاص. احنا زي ما شفنا كده انا بنيت الموديل ما اخدش مني يعني 5 دقايق بس عشان ده موديل بسيط، لكن في بطن لو البيانات معقدة في سيستم كتيرة ممكن تحتاج وقت شوية. طيب sharing in the organization زي ما شفنا كده في الشارت في لما جمعنا البيانات في الآخر، قدرنا نشوف ازاي ان انا احط التقارير المختلفة
وبدي لكل شخص على حسب احتياجاته، او حسب انا عايز ادي لمين وما اديش لمين التقارير دي. يمكن اجيبها لكم بسرعه كده، لو رحنا على ده، لو رحنا مثلا على اي داشبورد قديمه عندي هنا، مثلا سيلز داتا داشبورد ديت، نبص عليها. في اوبشن عندي هنا اسمه شير. الشير ده عباره عن ايه؟ ببعت ايميل للشخص الفلاني مثلا، وبقول له شير، هو بالايميل بتاعه ده يقدر يشوف البيانات دي، وبحدد هل هو يشوفها بس ولا يقدر يعدل فيها كمان. السؤال الثاني: Should each company has BI unit in the structure؟ غالبا ما شفتش حاجة زي كده إلا إذا كان عندك حجم معلومات كبير. بيبقى يعني في الشركات بيبقى بحجم الأعمال بتاعها يا حاجة من الاثنين، يا إما الحجم العمل قليل فبي just outsourced، بيديها الشركة الاستشارية تعمل له الجزء ده، لان مثلا مش تاخد مثلا اسبوعين او ثلاثه او شهر، او لو عنده حجم اعمال كبير بيبدا يجيب شخص متخصص في الجزء ده ويشتغل معاه فيها، يبقى موجود دايما معاه على طول. اللي هو السؤال التقليدي، هل اشتري ولا ابني؟ طيب الاخ مصطفى بيسال: What kind of business should use business intelligence and if it helps for contracting and maintenance company؟ اكيد طبعا البيزنس انتليجنس بيبقى دخل في كل حاجه دلوقتي، يعني من اول حاجه مثلا زي المبيعات على الامازون، لو تلاحظ مثلا بتشتري حاجه على الامازون بتلاقي اوتوماتيك بيعرف انت توجهك ايه وبيجيب لك الحاجات اللي انت بتحب تشتغل عليها. ساعات مثلا تعمل حاجه سيرش في الجوجل مثلا على حاجه معينه، بدور على منتج معين، افتح الفيسبوك الاقيه عامل لي اعلان عن المنتج ده. كل ده بزنس انتليجنس سوفت وير بيشتغل بالكلام ده. ماجد سالم بيسال: المهندس علاء، البرنامج ليس مجاني فقط 60 يوم. برنامج باور بي اي برو ده 60 يوم، لكن الباور بي اي بس اللي هو لسه اونلاين برضو ده مجاني، والباور بي اي ديسكتوب مجاني. بيفرق البرو من الباور بي اي العادي اللي هو على الويب سايت ده، حجم البيانات اللي بتتعامل معاها. لو حجم بيانات كتيره ولو عندك شركه وناس كتيره يخش عليها قد تحتاج برو في الحاله دي. مهيب بيسال: هل نشر التقارير يحتاج تجهيزات معينه؟ زي ما احنا شفنا، احنا مجرد بعمل شير هنا بيقدر اشوفها. في اوبشن تاني ان انا ممكن احطه يعمل شير، ينزله جوه الويب سايت بتاعي لو انا عايز، سواء ويب سايت داخل الشركه او ويب سايت مفتوح للعالم لو انا عايز انشر تقارير معينه، وبيبقى سهل. نفس الاوبشن اللي عندي ده لما بشاور على حاجه بيجيب لي البيانات بيعملها. يعني مثلا انا في التقرير اللي قدامي ده، لو شاورت مثلا على منتج معين هنا عمل لي فلتر من كل حاجه، الكوست اوف جود سيلز والبروفيت والريفينيو جروس بروفيت برسنتج، جابها لي المنتج ده بس. لو شورت على منتج تاني بيجيب لي ده. انا فين؟ ده انا جوه الويب سايت بتاع الباور بي اي. لو شورت على منتج تاني بيجيب الحكايه دي، نفس الحكايه. فده اجابه على السؤال بتاع مهيب. الموضوع بقى سهل جدا، مجرد انك تبني الموديل صح وتتاكد انك تعرف تجيب البيانات كلها. هل يمكن التطبيق ياخذ بيانات من ملف المشاريع؟ ممكن، نكسر بروجكت، وفي الاوبشن ده موجود عندك. الاخ رشدي، اهلا بيك يا رشدي، والله وحشتنا من زمان. هل يتعامل برنامج مع الكي بي اي؟ ما فهمتش اي كي بي اي، هل بتتكلم على سوفت وير معين ولا؟ وهل له خصائص ليدعم نظام اداره بطاقه الاداء المتوازن؟
التشارت نفسه او الداشبورد اللي انت بتعمله، ممكن اجيب الداشبورد ده يجمع لي بيانات من اماكن مختلفة، وبالتالي ممكن اخليه شبيه بال مثلا استراتيجي ماب، ان انا احط الفاينانشال كي بي اي فوق، وبعديها الكاستمر تحتيها، وبعديها البيانات الخاصه مثلا بالاوبريشنال، وبعدين البيانات الخاصه بالليرنج اند جروث. فممكن اعيد تنظيم، يعني امسك التقرير ده كده واعيد تنظيمه زي ما انا عايز، بحيث يجمع البيانات حسب ده. بس طبعا مهم ان يكون عندي البيانات كلها. الاخ علي الازمازي، do you update the basic role of forecast regular؟ هل تم تعديل قواعد التنبؤ في ظل الظروف المتاحة غير متوقعة؟ بيتكلم عن الفوركاست هنا الأخ علي. الفوركاست فيها مودلز كتيرة في الاستريستكس في الإحصاء. الطريقة دي هنا بيتكلم على مودل معين بناء على البيانات التاريخية الموجودة عندي ديت، بيسموها التايم سيريز. فده موديل معين. هل في معلومات تانية بتأثر على الحاجات المتقدمة الفوركاستنج أو البيانات اللي أنا محتاجة أتنبأ بيها في المستقبل؟ دي لها موديل تانية في الاستاتستيك، ودي لها أسلوب تاني برضو. يعني زي ما أنت بتقول كده، حسب البيانات اللي عندك كل حاجة ولها طريقة، لكن دي طريقة بيسموها التايم سيريز، بنستخدمها في الفوركاستنج في الكلام ده. أحمد، كيف يمكن الاستفادة من هذا النوع من البرامج في القطاعات الحكومية؟ الخدمات المستفيدين بمختلف أنواعهم كالاستفاء منها في مؤشرات الأداء. اللي بيفرق معاك هنا في البرنامج ده إن ممكن تربطه ببيانات حية، بمعنى ممكن تربطه بالسيستم، بالنظام عندك الموجود بتاع خدمة العملاء، وبالتالي كل ما تفتح الداشبورد يجيب لك البيانات المحدثة حسب النهاردة. فبالتالي تقدر تلحق تتخذ قرار لو حصلت تغيير، لو لاحظت تغيير كتير في خدمة في الكاستمر ساتسفاكشن او العملاء يعني. فبالتالي اي سيستم عندك تقدر تربطه بيه، وبالتالي تقدر تستفيد منه كتير جدا. والأهم استفادة فيه أنك لو ربطه بالبيانات الحية بالسيستم نفسه عندك، تقدر تطلع بيه التقارير كل يوم، تفتح تلاقي التقارير قدامك جاهزة، مش محتاج أن حد يجمعها لك من تاني. طيب نشوف أي سؤال تاني هنا نضاف. كيف نعرف كل معلومات في البرنامج كون مختلفة عن الإكسل؟ هو مهيب بيسأل عن السؤال ده. هو حاجة اسمها DAX، D-A-X، دي لغة خاصة بالإكسل وبيستعملوها في الباور بي اي. داكس شيت كده. يلا عم كل المعدات هيك. تمام، وكلها سهله، مش حاجه معقده. وزي ما شفنا بيكتبها بنفس اللغه الانجليزيه، سيم داي سيم بيريود لاست يير، حاجه زي كده يعني. طيب انا في سؤال يا استاذ علاء على الشات. طبعا. من الاستاذ عادل الكاف، بيقول ممكن تعمل امبورتيشن للبيانات من مايكروسوفت بروجكت؟ ايوه ممكن. اوكي كده الاسئله خلصت كلها مش كده؟ انا جاوبت تقريبا على كل الاسئله. والله يعني في ساعه واربع دقائق، يعني نقول في ساعه لو شلنا المقدمه ولو شلنا الاسئله والاجوبه كمان، انا حسبتها في 50 دقيقه. الأستاذ علاء عبد الوهاب بصراحة استطاع أن يزيل حاجز نفسي كبير دائما نجده بيننا وما بين الأدفانسد سوفتوير أبليكيشنز. لما إحنا بنشوف الناس بيستخدموا الأبليكيشن دي بسرعة وينتقلوا بالجرافس ويغيروا البيانات، بالبلدي كده بنقول الواحد بيتعقد، يقول يا ساتر إيه ده، يعني إزاي أنا ممكن أعمل الحاجات دي. بصراحة الأستاذ علاء عبد الوهاب تمكن خلال 50 دقيقة
خدنا واحدة واحدة، عمل امبورتيشن للبيانات، ظبط البيانات، بدأ يعرض الجرافيكس الفيجواليزيشن، فيعني وضع قدمنا على أول الطريق لإن إحنا نشوف الفيديو ده مرة. ده اللي أنا بعمله دايما، بشوف الفيديو بتاعه مرة تانية وأفتح الكمبيوتر في نفس الوقت، وكل خطوة هو بيعملها أعملها في نفس الوقت. تجد في خلال ساعة كمان من التطبيق العملي بالمتابعة مع الفيديو انكسر الحاجز النفسي تماما. الأستاذ علاء من أسبوع قال لي لو أنت شفت الباور بي آي هتنسى حاجة اسمها إكسل، وأنا أصلا ما قدرتش أفوق من اندهاشي من إكسل والديتا أناليتكس موديول اللي موجود في إكسل. ومن حوالي 4-5 أسابيع الأستاذ علاء عبد الوهاب كان بيدرس معانا الموديول بتاع الديتا أناليتكس، وأنا كمان كنت طول عمري متعقد من البيفت تيبل، وأول ما الواحد يعمل بيفت تيبل أحس إن أنا حصل لي بيفت. بيفت معناها إن واحد يرتكز كده على قدم واحدة يروح لافت، دي معنى. فكان بيحصل لي أنا كمان بيفت لما واحد بيعمل بيفت تيبل. لكن بصراحة بعد ما شفنا فيديوهات الأستاذ علاء عبد الوهاب وأنا حطيتها وبدأت أفتح الإكسل وأمشي خطوة خطوة، أصبحت العملية سهلة جدا وانكسر الحاجز النفسي، وأصبحت الإمكانيات الهائلة للتحليل البيانات اللي بتاخد، يعني عادة الناس تدفع فلوس كتير وتروح تدرس كتير علشان تقدر تعمل الحاجات دي، أصبحت الآن في متناول اليد. أهم حاجة في هذه الأشياء هو الكونتكست الابليكيشن. عشان كده بيقولوا إن الديتا أناليتكس لازم يبقى شاطر في 3 حاجات: ديتا ساينتست لازم يبقى شاطر في الكمبيوتر، لازم يبقى شاطر في الماثيماتكس، ولازم يبقى شاطر في مجال العمل اللي هو بيختص فيه. هل هو في ريتيل؟ هل هو في حكومة؟ هل هو في صيانة؟ لأنه كل مجال يختلف على التاني. الديتا ساينتست نفسه اللي ما يعرفش عن مجال العمل صعب عليه أنه يقول لك إزاي تستخدم هذه الإمكانيات في مجال عملك. لكن بالعكس، لو أنت اللي فاهم مجال عملك كويس وفاهم البيانات كويس، أخذت دورة تدريبية صغيرة زي اللي احنا خدناها الآن مع الأستاذ علاء عبد الوهاب، أصبح عندنا أكسس لهذه التول، فنحن عندنا قدرة أكتر من حتى الديتا ساينتست إن احنا على الأقل نستخدم المراحل الأولى من تحليل البيانات. أنا شاكر جدا للأستاذ علاء عبد الوهاب، وزي ما هو نوه في البداية بعض الناس بيعتقد إن تحليل البيانات هو مطلوب فقط في المرحلة رقم 8 من مراحل التحليل لتخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء. احنا بنستخدمها بكثافة في أول مرحلة لما نيجي نجد علاقات السبب والنتيجة، ولما نيجي نحلل بيانات السوق الموجودة علشان نحدد خطتنا الاستراتيجية احنا محتاجين هذا الشيء، ولما نيجي نتخذ القرارات، ولما نيجي حتى في جلسات مراجعة الأداء. في موجود المحاضرة اللي حضراتكم سمعتها الآن موجودة بتفصيل كبير على 11 محاضرة بتفصيل أكتر بأمثلة أكتر، 11 في الشريط فيديو بيكلم بس على الباور بي آي، وفي قبلهم أعتقد يمكن 8 أو 9 فيديوهات أخرى بتتكلم على الديتا أناليتكس موديول اللي موجود في إكسل والبيفت تيبلز وكده. كل هذه الفيديوهات تم تسجيلها وتم رفعها على منصة أدومي وموجود عندكم في الشات. اللي يحب يعني يحصل على اشتراك مخفض ممكن احنا نرسل له كوبون لو ارسل لنا. احنا عندنا ويبينارات قوية جدا جاية في خلال الاسبوع اللي جاي واللي بعده، ابشركم زي النهاردة الاسبوع القادم هيكون عندنا جمعية مودة اتفقت معهم النهاردة. احنا لما درسنا كورس اعداد تقارير الاداء اللي هو الكورس رقم 10، يعني مسحنا الانترنت كله علشان ندور على تقارير اداء مش تقارير مالية جيدة للمنشآت. كان من أحسن التقارير على الإطلاق اللي احنا لقيناها اللي ممكن نسميها تقرير أداء performance reporting كان تقرير جمعية مودة. كل المراحل بتاعت التخطيط الاستراتيجي من تحديد الستيكهولدرز والاناليسيس والاستراتيجيك ثيمز بتاعتهم والطبعا الميشن والفيجن والريسك مانجمنت والسوات اناليسيس والكي بي اس، كل الحاجات دي عملوها بدرجة عالية جدا من الدقة في منظمة غير هادفة للربح اسمها معروف ودورها في المجتمع معروف،
جمعيه موده في جده اللي بتاعنا بالعلاقات الاسريه. الحمد لله وافق مدير الجمعيه ومدير التخطيط الاستراتيجي ان يكون ضيفنا الاسبوع القادم. انا بس عايز اخد رايكم في حاجه وترد عليا في الشات. احنا احترنا في ايه هو الموعد المناسب لمثل هذه المحاضرات. انا افتراضي يمكن خاطئ ان هو يوم السبت الساعه 8 بالليل، الناس بتبقى خلصت الاسبوع وبتبقى خلصت الزيارات بتاعه يوم الجمعه، وده انسب وقت. ناس كتير بيقولوا لا في منتصف الاسبوع الساعه 6 او 7. فبالله عليكم انا عايز انتهز محاضره النهارده علشان بس اخد فيدباك منكم، هل اللي فضل السبت الساعه 8 بالليل ولا في منتصف الاسبوع الساعه 6 7؟ لو بس تدوني كده بس اسمع منكم، بس اكتب السبت او اكتب يوم اليوم المناسب والساعه المناسبه، لان احنا مش قادرين نحكم. لو تديني ارائكم اكون شاكر جدا. جدا شكرا استاذ احمد الفلاح. موعد اليوم مناسب، عادل كاف السبت مناسب، العزمي الزمزمي ما شاء الله السبت مناسب، السبت الساعه 9 مناسب جدا، 9 يكون عشان صلاه العشاء، احنا فاتنا صلاه العشاء هنا في المدينه المنوره. فشكرا على الاراء. من برضو المحاضرات القويه جدا، وادعوكم جميعا ان محدش تفوتوا هذه المحاضره باي تكلفه، هي محاضره عن الفيوتشر بلاتفورم، عن استشراف المستقبل. واحده من اقوى التطبيقات اللي انا شفتها، واقوى ثينك تانك والجروب والكونسلتنت في هذا المجال بيستشرفوا المستقبل، وعندهم الجوريثم ونموذج وابلكيشنز مره ممتاز. يمكن سمعني النهارده معانا الاستاذ منذر الاسدي، هيبقى موجود معانا ان شاء الله، هنعلن عنها اعتقد في 14 الشهر القادم ان شاء الله، ولكن هتكون باللغه الانجليزيه. ولكن نوعدكم لو في قبول كبير بالعربيه نحاول ان احنا ايضا نشوف اذا كان في امكانيه لهذا الشيء. انا اشكركم جميعا على استماعكم، وهذه المحاضره هترفع الى اليوتيوب الخاص بجلوبال بيرفورمانس مانجمنت اكاديمي، وممكن تشوفوها، وزي ما انا قلت نفتحها في نص السكرين وفي نص السكرين الثاني نعمل تدريب عملي. شكرا جزيلا لكم وجزاكم الله كل خير. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بفضلك علما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.